كارتون دو جور. نبدا بالبرنس اخبار كنا باش نحكيو عليه في النهار الاول في ريكاب الصيف 2020، ما كفاناش الوقت في الحلقتين الاولانيين، مهم نرجعوا عليه لانه في من الرمزيه الشيء الكثير وانقسمت حوله الاراء نتاع تونس. ورقه لياس الفخفاخ رئيس الحكومه السابق المستقيل، الورقه الصفراء في علاقه باطلاق اسم حمادي العقربي المرحوم، ان شاء الله ربي يرحم حمادي العقربي ويصبر عائلته على الملعب الاولمبي برادس. علاش سفره بنس ضد القرار؟ والله سفره وربما حمراء بالنسبه لي انا للتسرع اللي عمله الوزير رئيس الحكومه السابق حمادي العقربي. ما يشكوش اثنين في تونس واني تونس كل تحبه، وانا من اكبر الناس واقرب الناس لحمادي العقربي، هاني شدد روحي ان شاء الله ربي ان شاء الله نكمل من غير ما نبكي. حمادي العقربي كان انسان طيب ياسر، ساحر الاجيال في التيران، ملاعب كبير ياسر. حمادي العقربي كان تثبت البارح احنا نتكلموا عن الحمروني، قلت لك الحمروني تونس كل تحبه وربما كيما حمادي العقربي، ولكن حمادي العقربي انا قلت ربما غلط، حمادي العقربي وربما تونس تحبه اكثر من الناس كل، محبوب. لكن هذا ما يمنعني باش نقول انه رئيس الحكومه تسرع في تسميه الملعب كانه استغل الفرصه، كانه هو مازال له وقت قصير ياسر يلزمه باش يدز فازه، الفازه اللي يدزها ما تخدمش حمادي العقربي. علاش ما تخدمش حمادي العقربي؟ لانه حمادي العقربي خلينا نقولها بصراحه راهو موش معناتها ملاعبي كبير، فنان كبير كذا، لكن ما وصلش لدرجه خليني نقولها بصراحه وانا نعرف ايش قاعد نقول تو، ما وصلش لدرجه مختار بن ناصف اللي لعب في فرنسا وهز كاس فرنسا، ولد سيابي، ما وصلش لدرجه نور الدين ديوا اللي لعب في فرنسا ولقب بألقاب كبيرة، موصلش لدرجة بوجمعة الكميتي اللي توا مسمي عليه ملعب باجة. هذا من كل أنا ما نحبش نقارنهم، لأني الناس تحكم توا على حمادي العقربي الله يرحمه ونعمه، توا أراوه توا حمادي العقربي يستحق كل خير، لكن علاش خلقنا مشكل باسم حمادي العقربي اللي الناس الكل تحبه؟ جماعة ترادس متغشين، جماعة الزهرة متغشين، كيفاش وما كيفاش حمادي العقربي لازم، وخاصة رفيق وخاصة فما مركب جاي راه باش تعمل في الـ في الـ في الـ في الوحدة. وصلت الفكرة. ثم بربي ما نساوش حمادي العقربي، خلينا نحطوا راهو اسمه محمد بن رحيم. حمادي العقربي، الناس الكل تعرف حمادي العقربي، مراد موافق ولا لا؟ حتى تعرف، لا ما نوافقكش حاجة حتى تعرف، ونعتبر البوليميك هذه اختيار ياسر. أنا البوليميك هذه قلقتني ياسر، وكنت نتصور كنت حاضر في ملعب طيب المهيري، وكنت نتصور أنه التوانسة الكل باش يصفقوا وقت أن يتم تسمية ملعب باسم حمادي العقربي. مع كل احتراماتي مانيش باش نعملوا مسابقة في شكون يستحق وشكون ما يستحقش، ولكن يبدو لي لا نقاش حمادي العقربي هز بطولة تونس ولعب كأس عالم، فمش برشا من اللي سميتهم حتى واحد منهم ملعب كأس عالم. ثانيا ونقولها ونتحمل مسؤوليتي، صفاقس استاد نتاعها تسمى على شخص ماهوش صفاقسي، وحتى صفاقسي في السنوات الاخيره لا قال راهو طيب المهيري ماهوش صفاقسي، طيب المهيري ماهوش صفاقسي، هو اصله وقت اصله الاصيل، لكن هو ولد المرسى ولعب في الترجي، لكن ماهوش صفاقسي، لعب في المستقبل هذا بالمرسى، لكن ماهوش صفاقسي. اليوم معناها احنا التوانسه نتقلقوا وقت باش نسميه، هذاك علاش حاجه سي ان بو شوكي بالكلام تاعك ولو ماكش انت الوحيد، استاد راتس باسم واحد صفاقسي، شنو هو الاشكال؟ فما استغلال سياسي من طرف ليس فخفيق قد يكون، ولكن هذيك هي كان ينجم مثلا يقول والله تو اللجنه تعطي الاسم، ولكن جاء القرار نتاعو في وقت. علاش زاد جاء القرار نتاعو؟ على خاطر كي نقولوا فما مفارق، كان تونس الكل تحب حمادي العقربي ما فما حتى مشكل كي يمشي يتسمى استاد باسم. انا في هذه بصراحه قعدت باهت في هالبوليميك اللي عطات الصوره، وانه راهو فما حساسيات جهويه، ما فما حتى ملاعبي في تونس، وهذا يتحمل انا مسؤوليتي، حتى ملاعبي في تونس عنده الحب اللي حبوه الناس الحمادي العقربي صح. بالقيمه الرياضيه بتاع حمادي العقربي. واللي بهتني اكثر انه فما ناس ترفض، نجم ممكن نقبلها، لانه فما ناس تحول على عين المكان باش نحي الاسم من البلاكه ورئيس بلديه في الموضوع وغيره وكذا. نحكيو على ملاعبي كبير، ملاعبي اعطى برشا الكره في تونس، وملاعبي محبوب برشا من كل الجمعيات، نادرا ما تلقى نجم ولا ستار في جمعيه يحبوه بقيه الجمعيات. هذا نقاش يستحق برنامج كامل. عطوقه كان عبقري، ولكن اسمه تربط اكثر بالكلوب من ليكيب ناسيونال، تميم كيف واكثر من هاك اخي سامح خيرات اماره هي وصفاقس اماره،
راهو حمادي العقربي ملك التوانسه الكل، واستدرات لا ملك الرواتسيه ولا ملك ولاد العاصمه ولا ملك اي ناصر. عندك ما تزيد ولا كيما مراد؟ نزيد انا نحب نحيي ياسر فخفاخن وسمى حتى ترى رادس باسم حمادي العقربي، على خاطر الرمزيه نتاع موت حمادي العقربي انه اول حاجه الرياضيين الكل يفتخروا انه فما ملاعبي تخلق في تونس اسمه حمادي العقربي على خلاقه وعلى تربيته وعلى انضباطه وعلى حب الناس التوانسه الكل، اجماع التوانسه في حب لي. لكن اللي صار فيه هو صارت شعبويه من رئيس بلديه رادس انه هو ترى هذا مش ملكه، ملك الوزاره وملك الحي الرياضي اللي هو عنده ملك الدوله التونسيه. انه اليوم البوليميك اللي صار هذا راو انا كيما مشاو الصفاقسيه يحبوا نحيوا اللافته نتاع الطيب مهيري اللي كيما قال مراد بكري راو ماهوش صفاقسي، برشا الناس ما تعرفش المعلومه هذه انه هو ولد تونس لعب في المرسى ولعب في الترجي. لكن انا ضد انها تتنحى لافته الطيب مهيري، ولا ضد انه اليوم ملعب رادس اللي تسمى باسم حمادي العقربي يتنحى. يا ودي يزيونا من الشعبويه، حتى الشعبويه والله حتى السمبوليك نتاع راجل مازال نقولوا احنا ربي يرحمه دمه سخون ومازال في الاكبر تمشي فيك بكل الوقت هذيك باش نحيلوا اسمه من ملعب الاولى. يا خويا شوف طريقه اخرى، اشكي من بعد تعدى بالمحكمه وما نعرفش درا شنو. وعليش تيموني نحكي على هو حر في رايه، امشي لوين تحب. اما نهارتها ولا من غدوه مازال الراجل مدفون وعائلته حزين عليك، المشهد نتاع انهم ينحيوا في اسم حمادي العقربي من اللافته نتاع الملعب الاولمبي برادس مقلق برشا. هذوما التوانسه للاسف ما نجموش نغيروا الامور. نعود بعد الفاصل. يقول الخطوة الأولى أصعب واحدة، أما بعد المشية والتهرويلة والجري والتنجيزة في عالم الانتربرونوريا على خاطرية